في شيء اسمه منهج الموازنة، منهج الموازنة سمعت فيه أو بعض الآن تقريبا يعني فترة الكلام فيه، في فترة مضت تكلموا فيه كثيرا. إيش اللي كان منهج الموازنة؟ أن بعض الناس من الحركيين يمجد بعض القادة أو بعض الرموز، فإذا قيل عنده كذا وعنده كذا من انحرافات قال لكنه عنده كذا وعنده كذا وعنده كذا. يا أخي لا يجوز أن تذكر سيئاته وتهدر إيش حسناته، يعني ألزم الناس بأنك ما تتكلم على شخص وتحذر منه ومن مؤلفاته، وإن كان مات قبل 60 70 100 سنة لابد إن عندما تذكر سيئاته أو أخطاءه أو انحرافاته أو ضلالاته تذكر بجوار ذلك ماذا؟ حسناته. فهم أرادوا بهذا ماذا يا إخوان؟ يعني حتى لا يقلل من شأن هذا الرمز، وقد يكون هذا الرمز يعني مؤسس لدعوتهم، فلا تتكلم عليه. إن كان لابد تتكلم أخطاء واضحة، طيب أخطاء واضحة اذكر حسناته. والصحيح أن هذا ليس بلازم، إن فلان عنده خطأ ممكن أن يذكر خطأ دون أن تذكر ماذا؟ ما عنده من الحسنات. وبلغ الأمر الشيخ بن باز رحمة الله عليه وقال حسناته لنفسه، لكن هذه السيئات هذه الأخطاء لابد أن تبين. والشيخ ابن عثيمين قال ماذا؟ قال أصلا لو كلما ذكرت خطأ فلان من الناس وذكرت حسناته فإن هذا يضعف الرد عليه، يعني هو في كذا كذا ولكنه كذا ومجاهد وعالم والناس استفاد منه واهتدوا على يديه وأخرج الناس من الخمارات إلى المساجد، صار هذا إيش الرد عليه بهالخطأ. ها ذكر حسناته ماذا؟ يضعف الرد على الخطأ اللي عنده انحراف. ولذلك إذا جاء أحد ينتقد مخطئا أو رمزا هو لم يأتي لينتقد قصيدة يذكر ما جوانب الإبداع اللي فيها والخلل اللي فيها ولكن هذا البيت غير موزون لكن هذا لو لا، هو جاء ينكر هذا المنكر اللي عند فلان الذي سطره ومات وخلفه والناس ما زالت تتبعه عليه، وهذا رحمة به لأن كلما زاد أتباعه الخطأ زادت ماذا؟ سيئاته، صح؟ فلا يجوز أن نقول لابد أن نذكر حسناته بجانب سيئاته إذا أردنا أن ننتقده. هذا اللي سمي به بمنهج الموازنات، لا هذا منهج باطل محدث ما أنزل الله به السلطان. والنبي صلى الله عليه وسلم كان حتى ينكر على بعض الصحابة ولا يقول إيش وإن كنت كذا وكذا 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 لكنك أخطأت في الشيء الفلاني، لا. وما زال العلماء يردون على من أخطأ دون أن يذكروا حسناتهم، والله فلان يغتاب ليس بالضرورة، ما يجوز له الغيبة، ما يجوز لك أن تغش، ليس بالضرورة لكنه يصلي لكنه بارب والدي ولكنه ولكنه أسر حسرت كل هذه الحسنات حتى انتقدوا بهذا السيئة، هذا غلط ولا أنزل الله بهذا المنهج من سلطان، واضح؟